الحمد لله أن الله أكبر. الحمد لله الذي علمنا أن نقول في اليوم والليلة أكثر من 250 مرة الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الذي حذر من الكبر فقال وقوله الحق: الكبر بطر الحق وغمط الناس. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الأولين والآخرين، ما اهتزَّت ورقةٌ بريح وما ارتوَت كبدٌ بماء. أحباب رسول الله، صلوا على رسول الله. ماذا عن الكبر؟ وهل نعاني ما نعاني في أيامنا هذه أفراداً وشعوباً ودولاً من الكبر؟ أليس إذا تحقق العدل والتواضع والتراحم عاش الناس بسعادة؟ عشرات هي القضايا في المحاكم الشرعية سببها الكبر من الزوج أو الكبر من الزوجة، مشكلات كبيرة في المعامل، في المؤسسات، في الشركات سببها الكبر بين مدير متكبر أو ربما موظف متعجرف. فهل هذا الدين أتى ليمحق الكبر؟ هل هذا الدين أتى ليجعل من الناس سواسية ليعيشوا برخاء وراحة وطمأنينة؟ كيف يتحقق الكبر؟ ومن هؤلاء المتكبرون؟ والأهم، هل أنا أو أنت واحد من هؤلاء لا سمح الله؟ وختاماً، كيف نتخلص من الكبر إذا كان بيننا وإذا كنا نمارسه؟ وكيف نتخلص من أولئك المتكبرين؟ خطبة اليوم أيها السادة بعنوان: تكبر لكن لا تمت. تكبر لكن لا تمت، لأنه ما من علاج للكبر إلا أن يعلم الإنسان أنه سيموت. خلال اليومين الفائتين ربما قرأت عشرات الصفحات بل مئات الصفحات أن أجد وسيلة للتخلص من الكبر، وراجعت الكثير من المراجع. كيف يمكن لي أن تقنع إنسان يتكبر على الآخر بماله أو علمه أو جاهه أو عصبيته أو قوته ألا يتكبر؟ فوجدت أن الله عز وجل اختصر المسألة بآيتين، عندما يقول ربنا عز وجل بعد أن يقرر في أول سورة نزولاً أنه علم الإنسان ما لم يعلم، أعطاه كل مصادر القوة، كيف يعيش، كيف يتملك الأرض، كيف يستفيد من طاقاتها، كيف يتحكم بالأرض، كيف يتحكم بالصعود إلى السماء. مباشرة ربنا عز وجل يقول: علمتك ما لم تعلم. فوراً: كلا إن الإنسان ليطغى. وخطبة اليوم حول هاتين الآيتين: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني اليوم أيها السادة بكل بساطة، عندما نرى زوج يتعسف في استعمال الحق مع زوجته، وهذه نظرية يؤكدها الشارع الإسلامي وموجودة في القوانين، إنه أنا زوج، أنا أملك المال، أنا أملك القوة، أنا أملك الطلاق،
فهو يتعسف في استعمال الحق يجعله سيف تهديد. صاحب شركة يعلم أن هذا الإنسان يريد هذا الراتب وأنه لا يجد الكثير من العمل، يوم الأعمال نادرة جدا، فهو يعلم، فهو يتعسف في استعمال الحق. لأن لا أتحدث عن المتكبر العادي الذي يرفع خشمه إلى الأعلى وينظر إلى الناس بعلية، لا لا، هؤلاء قال عنهم ربنا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هؤلاء لا يحضرون المساجد، أسأل الله كذلك أنهم لا يعرفون الله عز وجل، لأن الذي لا يعرف الآخرة ولا يعرف الله يتكبر. لذلك ربنا يذكرنا كل يوم أن الله أكبر. لكن اليوم أنا أتحدث عن المؤمنين، عني وعنك، عن بعض أولئك الذين يتعسفون في استعمال الحق ولا يدرون أنه كبر. كما قلت، صاحب عمل يعلم أن هذا الإنسان مضطر. بعض الدول تجد أنه يأتي العامل يكون متفقين معه على راتب معين، بعدين بينزل الراتب، يقول لك هذا مضطر سيقبل، يزيد عليه في العمل ويقلل له من الأجرة يقبل، لا يعطيه أجره يقبل، مضطر، يمارس التكبر عليه. هو لا يعلم أن الله عز وجل جعله من المتكبرين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أنا خصمهم، يقول عن الله عز وجل في الحديث القدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يعني اليوم هون سهل أنه أنت يكون أنا وياك عندنا مشكلة ننزل إلى المحكمة، يعني رجل مقابل رجل، عشيرة مقابل عشيرة، أما أن يكون الطرف الآخر الله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استعمل أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا ما رح يدافع عنه حقوق العمال ولا النقابات. الله عز وجل هو يتكبر أنه أنا الآن أملك، أنا بجرد ألم بطرده، أنا بجرد ألم بغيره، أنا بجرد أنقله من مكان إلى مكان. كذلك الزوج الذي يضار زوجته، هو يعلم أنها لا حول لها ولا قوة، هو يعلم أنها مهددة بسيف الطلاق، فهو يهددها فيها صبح مساء، أو أن يدعها لا معلقة ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، يناكدها كي تتنازل عن حق من حقوقها، عن مهرها، يناكدها، فلا هو يدعها، يذرها كالمعلقة. الأب الذي يسيء التصرف مع أبنائه، الجار الذي يسيء التصرف مع جيرانه من باب الكبر، أنا أملك، أنا عندي سلطة، أنا عندي قوة، أنا عندي معارف، أنا أستطيع أن أجعلك يعني تجعل سيارتك في هذا الموقف، أنا أستطيع أن أجعلك تغلق الباب، أنا أجعلك أستطيع أن تقلع هذه الشجرة. مظاهر هذه التكبر، هذه التي أريد أن أتحدث عنها. كما قلت مرة أخرى، المتكبرون الكبار الذين لا يعرفون إلا ولا ذمة ولا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، هؤلاء جعل الله عز وجل مكانه في الآخرة محفوظ في الدرك الأسفل من النار. لكن السؤال، لماذا يتكبر الإنسان؟ ربنا عز وجل يوضح ذلك في هذه الآية عندما يقول كلا إن الإنسان ليطغى. الآن انظر إلى المعيار، أن رآه استغنى. يعني البعض يقول أخي أنا ما بتكبر. طيب جميل، تعال نضع باختبار، يعني أنا وأنت أقول أخي الله والله أنا أمين. طيب جميل، هل وقعت في اختبار الأمانة؟ ماذا يعني؟ يعني هلأ في مرة كنت بسيارة أجرة، واحد نسيان قبل منك حقيبة فيها 5000 دينار، رحت سعيت ورجعتها وبلغت السلطات أو حاولت تعرف عنها بأحكام اللقطة، إذن أنت أمين. طيب ماذا لو كان المبلغ 50,000؟ أمين حقيقي. إذا كانوا 1,000,000، إذا وقعت في هذه الاختبارات فأنت فعلا أمين. أما أنا والله بعمره ما وقع معي هذه الحادثة، أنت لا تستطيع تقول أنا أحاول أن أكون أمين. الشاب الذي يقول أنا عفيف، طيب جميل، حققت لك خلوة ما وقلت معاذ الله حقيقة، أما والله أنا بالحكي. الآن الله عز وجل يقول الإنسان العادي هلوع جزوع منوع، هذا الإنسان إذا لم يدخل مدرسة الإيمان سوف يستعلي ويستغني عن الناس. أن رآه استغنى،
الاستغناء هو الطغيان، هو يستغني بما لديه من قوة فيتحول إلى إنسان عادي طاغي. والفرق بين الإنسان والإيمان أن الإنسان هو كالمادة الخام، كالحديد الخام، لكن الإنسان المصنع المؤمن هو الحديد الذي أدخلناه في مصانع فصار طائرات وأبراجا ومراكب فضائية. لذلك ماذا كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قبل أن يتعرفوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إنسان، كان يشرب الخمر، كان يفعل، كان يفعل أي شيء يحلو له، لكن عندما دخل مدرسة الإيمان ومدرسة النبي عليه الصلاة والسلام صار سيدنا أبو بكر، وصار سيدنا عمر، وصار من الذين أمرنا أن نتبعهم وأن نتبع أعمالهم وأن نتبع سنتهم، لأنه دخل مدرسة الإيمان. الآن مرة ثانية، الإنسان العادي اليوم تفاجأ صديق لك من أروع ما يمكن 20 سنة ما سمعت منه لفظ تكبر، لكن بلحظة من اللحظات عين بمنصب كبير، ألا نفاجأ بذلك؟ فجأة صار بمنصب، تتصل فيه ما عاد يرد، تقرع بابه والله آسف بعدين. إنسان كان صديقك كنت تأكل معه اللقمة، صار معه مال، صار معه ثروة، صار ينظر إلى الناس من علو. هؤلاء الذين أتحدث عنهم مرة ثانية، لا أتحدث عن الأشرار بالكلية. الزوج كان لطيف لما تزوج، دخيلك يا عمي بس أنا زوجني وإن شاء الله الله بيكرمني بساعدة، فجأة ورث. هذه الفتاة التي أعطاها أبوها لك هدية بمهر رمزي، ما إن يعني مثل ما نقول شم ريحة كفه، صار معه شوية فلوس صار ينظر إلي من هذه، يعني أنا بدي مستوى أعلى، صار يحدثها وكأنه هو السيد. هؤلاء الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، يغمطون الناس، غمط الناس أي احتقار الناس. كيف يحتقرهم؟ عندما يشعر أنه أعلى. كيف يكون أعلى؟ بماله أو قوته أو عصبيته، أمثلة على ذلك. إذ قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صاحبه إذ يقول لصاحبه لكنت صاحبي قبل شوي، لأنه صار معك مصاري صرت فوق، لأنه صار عندك منصب صرت أعلى، كان صاحبه وكان صديق الحي كله، صار معه دكتوراه صار ينظر إلى الناس أعلى. البعض، أتحدث عن البعض، طيب شو اللي تغير؟ والله أنا صار عندي فوق. إذن أنت حقق فيك قول الله تعالى الرآه استغنى، شفت حالك أنه صار عندك شيء، إذن أنت إنسان. طب ما الفرق؟ هل عيب أن يكون الإنسان إنسانا؟ نعم، يجب أن تدخل مدرسة الإيمان، لأنه إذا إنسان تتساوى مع كل الناس. دول الآن، دول هادئة من أروع ما يمكن، صار عندها أسلحة، صار عندها أموال، بدأت تطغى على دول. لذلك القرآن عندما يحارب هؤلاء ويجعل أن مثواهم في النار، والله عز وجل يؤكد عندما يقول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، يعني لا تظن ولا تشك للحظة أن هذا المتكبر لن يرد النار. إذن يكون الطغيان عندما نجيب على سؤال كيف يصبح المتكبر متكبرا، عندما يقع في اختبار أن يملك المال، أن يملك القوة، أن يملك العصبية. بعضهم فورا والله نحن قبيلة معروفة، عندما يدخل يخاطب الناس يدخل من مصدر قوة. كيف تعرف ذلك؟ إذا سافر إلى خارج بلده ليس له عزوة، ليس له أصحاب، يعود إلى التواضع، إلى الاستكانة. زوجة تكون مؤمنة صالحة، كنت الأسبوع الماضي في بعض الدول الأوروبية، تعرفت على بعض الناس الذين هاجروا بأسباب وبغير أسباب، قهرية أو اختيارية. تعرفت على بعضهم، قال تعال عملنا محاضرة، بعض النساء عشرات منهن، والله أنا بأخذ المهر النص، أنا من الآن إذا صار طلاق عفوا بأخذ الميراث أو بأخذ الثروة النص. طيب يا بنت الحلال في شرعنا إليك التمن فقط. لا، هذا انتهى، هذا لما كنا بلادنا العربية، الآن لا، الآن أنا بأخذ نص. كلا إن الإنسان لا يطغى، صار عنده قوة، صار عنده قانون. كان زوجها تموت لحتى يعطيها 20 دينار أو 50 دينار، الآن أول ما بتدخل بيعطوها 1000 دولار. فمن هذا الزوج؟ من لحظتها تذكرت، يعني الله عز وجل يضع لك الوصفة،
انت انسان بتكون عادي، لكن لما بيصير عندك مال، لما بيصير عندك قوه، لما بيصير عندك جاه، لما بيصير عندك جمال. بعض النساء للاسف بتعمل شويه عمليات تجميل صار زوجها خلص هذا ولا شيء، انا اعلى صرت فوق. شاب بيكون عادي بيلعب شويه رياضه بيصير كمال اجسام، صار يتكبر على الاخرين، صار يستخدم قوته. لذلك احذر. ونحن في بيت من بيوت الله، الله يضع لك الوصف في الايات الاولى نزولا. انت اختبارك عندما تملك، مو لا تملك، عندما لا تملك الأملاك. كلياتنا لما نكون فقراء نكون متواضعين، لما نكون في حالة ضعف، لما نكون عندنا مرض كلنا نكون هادئين وادعين، ما عندنا مناصب وادعين. لكن المشكلة هل ستذكر ذلك عندما تصبح صاحب منصب، عندما تصبح صاحب مال، صاحب قوة، قادر على أن تتحكم برقاب الناس؟ قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. الله يعلم بني آدم، لذلك ما جعل الهواء والماء في أيدي الناس، لأنه يعلم أن هذا الإنسان إذا تملك، تصور لو الآن الهواء بأيدي الناس، والله كانوا جعلوا الناس تتنفس بالأطارة بالآلاف. الله يعلم حقيقة هذا الإنسان، هذا الإنسان يطغى إذا ملك، لكن كيف يمتنع عن هذا الطغيان إذا كان مؤمنا بالله؟ بكل بساطة إذا كان مؤمن بالله. لذلك جعلت عنوان الخطبة تكبر لكن لا تموت. إذا لم تشعر أن هناك موت وأن الله أكبر ستطغى. لذلك لا تستغرب عندما ترى صديقا قريبا إنسانا تعرفه تغيرت أحواله، لأنه عاد إنسانا ولم يتصنع ليكون مؤمن. نتابع في حلول لهذا الأمر في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى. تكبر ولا تمت، نصيحة أوجهها إلى نفسي أولاً وإلى كل من يدخل إلى مساجد الله عز وجل. أما أولئك الذين يتكبرون ليل نهار ويستيقظون على ظلم الناس وعلى إشاعة الفساد في الأرض، هؤلاء الجواب واضح، هم لا يؤمنون بالله العظيم، هم لا يعرفون أن هناك آخرة. هم الذين كانوا يقولون لرسول الله إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. بعض الناس تخاطبه يا أخي حلال حرام، لك عيب لك، يعني من باب الرجولة، من باب بس الإنسانية، كل هذه الألفاظ تدخل من هنا تخرج من الطرف الآخر. ليه؟ ما في عنده آخرة. وأصعب شيء أن تحدث إنسان لا يخشى الله، أصعب شيء أن تحدث إنسان لا يؤمن باليوم الآخر. لذلك النبي 12 عام وهو يعلم الناس أن هناك يوم آخر، هم يعرفون أن هناك الله. يقول ما نعبدهم عن الأصنام إلا يقربون إلى الله زلفى، لكن ما في عنده شيء اسمه يوم آخر، ما في حساب. والدنيا إذا ما فيها حساب وثواب وعقاب كل إنسان يطير على مزاجه. لكن اليوم أتحدث عن فئة المؤمنين الذين يضعف إيمانه أحيانا، مع الذين يضعف إيمانه الإيمان يزيد وينقص. هذا الذي يضعف إيمانه أقول له تذكر الآن أن دوام الحال من المحال. لا نصائح عملية، إذا شعرت نفسك أنك تطغى بمالك أو قوتك أو علمك، إنما أوتيته على علم عندي، كان الرجال ما في أحسن منه، لما صار شوي عنده مال إنما أوتيته على علم من عندي. الحديث الذي في الصحيح عن الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص معروف أنهم الثلاثة سألوا الله عز وجل، كانوا لطفاء، كانوا يدعون الله ليل نهار، لكن لما آتاهم الله، واحد عفا الله من برصه، واحد من عماء، بعضهم تذكر لله عز وجل. وعشرات للأسف اليوم في واحد، يا رب بس أنا يعني هيك تكرمني بس بعمل بسيط، بس أنا أتزوج الإنسان التي أريدها، بس أدخل الجامعة التي أريدها. عندما يعطيه الله فلما نسوا ما ذكروا به. هؤلاء للأسف يطغون عندما يمتلكون. هؤلاء فقط أرجوك تذكر أن دوام الحال من المحال. هي النصيحة الأولى. هل إنسان بقي على قوته طيلة حياته؟ هل إنسان بقي غنياً طيلة حياته؟
لا أريد أن أعرج على ما يجري، لكن اليوم نسمع عن أثرياء كثر بلحظة بجرة ألم. أما عاد وراء القضبان غني، طيب صاحب منصب بلحظة تحت القبر أو وراء القضبان، عم نسمع لما لا موجود هذا الكلام، لما لا في أحد يستطيع أن يخلد ملكا أو جاها أو سلطة أو علما أو عقلا. بيكبر الإنسان عالم ما بتلاقي غير بلش 60 70 بلش ينسى، بلش يخرب، بعدين إزهايمر، بعدين الناس بتحن عليه، وين كان جبروته؟ وين كان قوته؟ وين كان يدخل إلى القاعات الجامعات؟ لا يستطيع أحد أن يرفع عين أمامه، كله ينتهي. لذلك الذي تضعف نفسه يخبره أنه دوام الحال من المحال، أنا لا يمكن أن أبقى هكذا. الأمر الآخر، الموت لا يستأذن أحدا عندما يأتي. عندما تتذكر ذلك، تذكر ربما في المساء تكبرت على زوجتك، ربما لا تصبح، كيف تعود؟ ربي ارجعون، لعلي أتصدق أو أعمل صالحا. ما في مجال، ما في مجال للرجعة. إذا تستطيع أن تضمن أن لا تموت وتستطيع أن تضمن أن ترجع فافعل ما شئت، إن لم تستحي فافعل ما شئت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاصنع ما شئت. لذلك هؤلاء الذين يتكبرون، أرجوك فقط اهمس في إذنه أنه دوام الحال من المحال. نصيحة، احذر أن الله يسلب منك هذه النعمة. عاد، ثمود، النمرود، كل هؤلاء، فرعون. طيب ماذا فعل الله عز وجل؟ بلحظة سلب هذا الملك. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. سهل، ما نحن عايشين باللي تركوا من قبلنا، وقبلنا عاشوا في من كان قبلهم. لذلك هذا المرض إذا أردنا أن نتخلص منه كمؤمنين، لنتذكر أن هناك موت، لنتذكر أن دوام الحال من المحال، لنتذكر أنه كلما كان، وهذا الأمر الثالث، لنتذكر أنه ما من قوي إلا وهناك أقوى منه، ما من غني إلا وهناك غني منه، ويجمع ذلك كله الله أكبر. الله أكبر فوق كل غني، الله أكبر فوق كل عالم، الله أكبر فوق كل صاحب قوة، صاحب مال، صاحب علم، صاحب جاه، الله أكبر. لذلك نتذكر الله أكبر كل يوم كمؤمنين حتى النفس الإنسانية لا تضعف. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أولئك المتواضعين لله عز وجل، وأن يجعلنا بذلنا لله نرتقي عند الله عز وجل. عزة على الكافرين لكن أذلة على المؤمنين. ينبغي أن نعلم تماما أن التكبر أو الكبر غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد، والحال الوحيد الذي يسمح فيه أن تظهر بمظاهر العزة إذا كان أمامك عدو لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، يريد أن يذلك في لقمة العيش، يريد أن يذلك بأجل دينك، يريد أن يذلك من أجل انتمائك. هذه الحال الوحيدة التي يسمح فيها أن تظهر العزة وليس الكبر. فحاشا لمؤمن أن يتكبر وهو يعلم أن الله أكبر.